عسلامة، السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. تكلمنا في الفيديو السابق، واعذروني على التأخير على خاطر كنت شوية مشغول. عملنا مقابلة مع الشاب التونسي حول ما يعيشه المراهق في تونس، وهذه المرة عندنا اقتراح من عند عائشة أيضا من تونس، تحب تحكي لنا ما تعيشه المراهقة في تونس. أنا ليس المراهق وإنما المراهقة. أهلا وسهلا عايشة. عسلامة كريم، شنو أحوالك؟ لاباس؟ لاباس عايشك. لاباس انت؟ جميل في تونس ولا؟ طبعا طبعا بك. حاول عايشة أول شيء أعطينا نبذة حول نفسك باش ناخذ عليك فكرة، من بعد ندخلوا في الأسئلة باش نزيدوا نتعرف عليك أكثر، ثم ندخلوا في صلب الموضوع. اسمي عايشة، نسكن في تونس، عمري 17 سنة، نقرا 3 سيونس وملحدة عندي عامين. أهلا وسهلا بك عايشة. تنجمش تعطينا فكرة حول العائلة متاعك؟ يعني نحبوا نعرفوا احنا الوالد والوالدة، هل هما متدينين، متشددين، منفتحين؟ أعطينا فكرة على الوالدين متاعك. أمي متدينة، معناها متحجبة لبس الحجاب، تقبل الحوار. هي معناها كي نحكي معها في الموضوع تقول لي أوكي، معناها خمو كي ما تحب أو ما تحكيش معايا، خطرني أنا تولدت هكايا وتربيت هكايا وما نحبش نبدل رأيي في العمر هذايا. ما تنجمش توصل معها معناها الحال، تقول لك خمو كي ما تحب، المهم بعيد على روحك. وبجملة ما تنجمش تحكي معها معناها في الموضوع، مش متشدد على الاخر اما مدين معناها في الامور الدينيه. جمله ما تنجمش تحكي معاه. بالنسبه للاخوه بتاعك، عندك اخوه؟ اي عندي اختي واخويا اكبر مني. اكها وانتم ثلاثه يعني؟ اي. وهل تحكي مع اخواتك؟ ما نحكيش معهم في المواضيع هذيا، اما اخويا في بلو بالي انا ملحد. اوكي، وشنو كانت ردة الفعل بتاعه؟ بالطبيعة ما قبليش الحكاية وما حاولش يناقشني، معناه جست كي يرفضها الحكاية من الأول من غير ما ناقشني في حتى شيء. قال لي أنا من قبل معناها نعرف عبيت كيفك، وجست يعمروا فيهم يحكيوا لهم في كلام فارغ ما جاي من حتى شيء، ما عندكم وين توصلوا نفس الكلام. أوكي، يعني بصفة عامة يعني العائلة بتاعك ما هيش متشدة بطريقة أنك تتعرض للمشاكل كما البعض، مثلا بعض الإخوة قالوا أنهم خرجوا من الإسلام تم طردهم من البيت، أنت مش لهالدرجة يعني؟ مش للدرجة ذي، على خاطر معناها الحكاية ديما ماذا بيهم تقعد محصورة في الدار. يعني كان العبيد الآخرين تسمع بينصفش تصرف وتصرف آخر. تنجمش تعطينا فكرة شنو هو الحاجات اللي خلاتك يعني قبل سنتين تشك في الإسلام؟ شنو هو الحاجات اللي ما عجبتكش في الإسلام؟ أنا من الأول ملي أنا صغيرة بكل معناها اللي في المكتب معناها ديما نقعد نسأل في أمي ربي شكون وربي موجود كما العبيد الكل. بقي ما عمرهم جاوبوني معناها أجوبة أقنعتني، الناس كل جاوب فيه في نفس الأجوبة، معناها كلي تحس لي الناس كل حافظين نفس الإجابة، مش كل واحد اللي عنده فكرة خاصة بي. باقي الحاجة زيدة، أول حاجة بديت بها كلي خليتني ندخل بعدي، كو الناس كل ديما يحكيونا على المسيحية واليهودية، ديما كلهم ناس الكليم اللي هما كتب محرفة اللي ما يخليوكش تقراهم، جوست يقول لك اللي هما محرفة، والقرآن ما يذكر لك عليها حتى أنديس، جوست يقول لك اللي باغ إكزومبل المسيح مش هو اللي تصلب وشبه لهم، يعطيك حتى شيء بس يكذبهم. حاجة أخرى اللي قريت على السيرة متاع الرسول، وبزهر زادة ما رقيت جروب متاع ملحدين ما همش توينسا، قاعد زي ما نقرأ لهم يهبطوا في برش حاجات معناها علمية وكل شيء. كهو من وقتها بدي نشوف فمي شنو الحاجة اللي عملت لك تيك في مخك؟ في الأول شكيت طبعا.
اي في الاول شكيت وقلت علاش ما نمشيش نشوف اسكو فما توانسة ملحدين في تونس ولا باش نفهمهم كيف يخمو، باش نفهم عليهم علي فما عبيد قالت ربي مش موجود. من الاول ما اكسبت ما قبلتيش الفكرة في مخي، كيف انسان نجم يقول لي ربي مش موجود؟ كيف نجم انسان يسب دين الناس كل تتبع فيه؟ معناتها بريسك بون احنا ديما يقولون لي المسلمين هم أكثر عبيد في العالم، اللي حكاية غلط المسيحيين أكثر عبيد في العالم. أما بقي عندي فكرة كو درا قديم مسلم كلهم غالطين، درا قديم مسيحي ما تنجمش تكون معناتها الحكاية صحيحة. دونك لوشت على الملحدين اللي في تونس من البرج متاعهم، أجوتيت عبيد قعدت نحكي معاهم، معناتها قلت لهم راني أنا كذا وكذا، راني مسلمة، راني شيكة وكل شيء. معناها ما تنجم تعاوني انت باش تحكي لي عليه، انت ملحد عليه تنجم تعطيني حاجة تنجم نقراهم باش نفهم. كل بديت نقرا من الاول، بديت بالسيرة متاع الرسول، قريت على القرآن، معناها قريت القرآن كيفاه معناها كتبوه كل شيء، اللي مش من الاول هو تكتب بعد ما مات الرسول برشا. وحبيت نقرأ القرآن لكل خاطر ديما العباد يقولوا الملحدين انتوا ما قريتوش القرآن. انا باغ اكزومبل انا وليت ملحدة في اخر رمضان، قعدت نمشي للتراويح كل يوم اكسبري باش نركز مع القرآن كلمة كلمة، خاطر طول حياتي وطول حياة المسلمين كل يقرأ في القرآن هكاك طول طول طول، ما غير ما يثبتوا في حتى في المعنى اللي يقرأوا فيه، يقرأ في قاتل الذين كفروا ما غير ما يركز معها أصلا يبدأ يرتل فيها وفرحان. يعني مشيت قعدت نركز بكل بالكلمة بالكلمة اللي قعدت بيه، أحس في روحي الجملة ذي نقرأ فيها قبل ما تقعد بيتك في أنت ما ركزتش معاها. يعني قعدت نتبع هذا في القناة بتاعك، أنت أول قناة معناها تفرجت فيها، أول ملحد معناها عرفته على اليوتيوب، وبرنامج البطل الأسود، فما واحد آخر زاد مع صديق قاعد تفرش فيه شريف كابر هذاك. إذا ما كنتش متعصبة ضد الملحدين، ما كنتش تسبهم وتقول علاش تهاجموا في ديني، أنت كنت متدينة، كنت في وقت من الأوقات متدينة، صليت في حياتك، لبست حجاب. أي كنت نصلي، أما مش ديما نصلي، وبريود قبل ما نشك في الدين كنت نخمم اني ندين. كنت معناتها سترك ربي كيما نقول. بالضبط. سترك ربي. المهم عرفنا يعني نبدا على حياتك كيما نقولوا احنا الاعتقاديه، وبالنسبه لاصحابك خليني نكمل مثل اصحابك، فما هناك اصحابك يعرفوك اللي انت خرجت من الاسلام؟ صحابي الكل يعرفوني اللي انا خرجت من الاسلام. وشو هو ردة فعلهم؟ اغلبيتهم ماشي يحكيو معايا ولا جوست يحكيو معايا سلام سلام، فما اللي تقبلوني معناها، اما جوغ تقبلوني متاعك اللي فكر كيما تحبهم ما تحكيش معايا في الموضوع هذا جمل. يعني انت فرقة منك باش اعلنت اللي انت خرجت من الاسلام؟ اي انا طول معناها ما عندي علي نخبي، خاطر نحس مادام الانسان وصل يخمم هكاكا، مادام هو انسان وصل معناتها ماشي يخاف من ربي اللي هي اكبر قوه كان يخاف من عليه، باش يخاف من العبيد. تفكير منطقي بالفعل، انت ما عادش تخاف من ربي. هي هذه ديما نقولها انا، قولوا لي معناتها كيفاش ما تخافش، نقول لهم انا اللي كنت خايف منه نحيته ارتحت منه توش مزيت باش نخاف. نرجع للموضوع اللي باش نتكلموا عليه حول ما تعيشه المراهق في تونس. طبعا انا باش نحاول نسالك بعض الاسئله، يمكن حتى فرصه ليا باش نتعرف على بعض الحاجات، لاني بكل صراحه ما عندي حتى فكره كيفاش تعيش المراهقه في تونس. بالنسبه ليا معناتها مانيش فاهم، معناتها يمكن لقيت فرص باش نحكي مع المراهق في تونس اكثر من المراهقه، هذاك علاش عندي فكره. وبصفتي انا طبعا رجل، إذا يمكن أعرف عيش المراهق، ولكن في الحقيقة المراهقة ما عندي عليها حتى فكرة. نسألك السؤال الأول معناتها وتجاوب بكل صراحة طبعا وبكل تلقائية، وتحاول معناتها
توصف الحالة بأكثر شيء ممكن على خطر راهو في علمك أنه أكيد آلاف 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 هما كيفك. ووقت نحكيه على تونس كما قلنا في الفيديوهات السابقة رانا احنا نقصد تقريبا كل شمال افريقيا بل حتى العالم الإسلامي لأن الوضع متاعنا الكل مماثل. تنجمش تقول لنا وقتاش معناتها بلغت انت وقتاش اكتشفت روحك بلغت وشنو كانت ردة الفعل متاعك او بصفة عامة متى؟ خاطر فما بعض الشابات تقول لك انا معناتها فكرت في الجنس قبل البلوغ. فهمت؟ نحب نعرفوا البداية معناتها وقت خرجت من سن الطفولة البريئة الى سن ما يسمى بديت تفهم شنو معناتها الجنس. باه انا خذ راحتك احكي بكل تلقائية تفضل. انا بلغت في الفالي فلوتي معني بتاعي حسب ما نتفكر وقت ذالي عمري 12 سنة ولا 13 سنة في الأمور معناها الجنسية ما كنت عندي حتى فكرة ما كنتش نتفرج في الزيت بغنو معناها ديجا اكتشفت اللي فهم حاجة اسمها زيت بغنو عندي عامين زيدا مع الإلحاد يعني مش هو سبب اليوم نعرف دقيقة معناها شو نقول أول حاجة أنا ساعة كي بلغت وقتها كنت خايفة على الأخر خاطر ما كنت عندي حتى فكرة كنت خايفة معناها قلت شو بش يصير وديجا مشيت لما نبكي ما حبيت نعمل حتى شيء ما فهمت حتى شيء من الخاطر ماما ولا ما حكيت لي عليها الحكاية جست معناها حتى كي قريناها أول مرة قريناها عام توني في معناها ما قريناش قبل معناها في السيونس على الحكاية ذي بعد بيان سور استانست بشوية بشوية تنجمش تقول لنا قبل ما تجيك العادة الشهرية كنت تفكر في حاجة اسمها جنس؟ ليه جملة؟ يعني هل أنا نحب نفهم على خطر طور رجال بصفة عامة قبل ما يبلغوا فهمت بسنة بسنتين بثلاثة يكتشفوا الجنس يعني يعرفوا فما حاجة اسمها جنس ومن بعد سنة أو سنتين أو ستة أشهر أو متعرفش وقتاش يوقع البلوغ فهمت؟ المرأة هل هو نفس الشيء أم تكتشف الجنس مع ظهور الدم؟ أنا حسب معناها حسب ما رأينا كل مرأة تكتشف الجنس كما قلت بعد ما هي تبلغ على خطر في الإكزامبل متاع الوليد زي ما تيقضوا مع بعضهم ومعناها كما نقول يبدو فيقين من الأول معناها واحد يواري الواحد ويبدو يحكي لبعضهم وفي الإكزامبل متاع البنات جملة علاش البنات ما يحكيوش لبعضهم؟ في الموضوع زي لي علاش؟ ما نعرفش يمكن ما عندهمش فكرة يا ماني ما عندكش صاحبتك قبلك بسنة هكاية بلغت وقتلك روجاني الدم وكذا وكذا دي جملة شتو في العمر هذيك الناس كل تحشم منها الحكي مو حتى في العمر هذي التوى الناس تحشم تقول حكي قراب على الاخر علاش قراب شنو فيها الخطر يعني انت قبل البلوغ متاعك ما تعرفش اللي المرأة انت كطفلة عمرك 12 سنة او 13 سنة وما تعرفش اللي المرأة راهو ينزل منها الدم نعرف نعرف خطر نعرف بحكم انه عندي اختي وامي في الدار اما معناها من صحابي ما نحكيوش في الموضوع جملة وممكن معناها ما يفسروا لكش عليه ولا كيف يصير الحكاية وجملة معنى يعني حتى وقت يجي يقولوا لك مثلا يبقى عندها الدم يقول لك اختك مريضة ولا امك مريضة مريضة باش ايوه ما نعرفش باش احكي بشوية ايه يحكي بشوية لا يسموك وأحشم وترشنا وكله غاديك باي انت وقتها جاك الدم اول مرة يعني قلت لي تفجعت ومشيت سألت وبحثت وشفت وإلا معناتها شنية الشعور متاعك والإحساس متاعك شنو تحس روحك شنو تحس روحك يعني هل يعتبر هذاك الدم عبارة على عار مثلا عند الرجال عندما يبلغ الراجل أو ما يسمى يخرج المني في أول استمناء أو في الليل معناتها عند النوم يحس روحه يعني وهذه حكيتها معي حتى معناتها معيانا يعني ومع الرجال بصفة عامة يحس روحه ولا راجل خلاص
وليت راجل يعني فخر فخر الراجل كي يبلغ يقول لاصحابه الكل يبارك وراني البارح بلغت فهمت يعني الجماعة الكل يعرفوا يعني ما تمشي خلص المبروك خلاص ولا راجل عند النساء كيفاش وقت ينزل الدم يعني هل تعتبر فخر وليت امرأة بالعكس ما تعتبرش فخر وما لازمش العبيد اللي دايره بيك تسمع والمعامله معاك باش تتبدل باش تولي لازمك تحشم وما عادش باغ اكزومبل عرفت حتى انت كي تقعد تقول كلام ساقيك وما تقعد ساكيكه ولغه معناها تقعد بيه تقول شنو صار لك في حياتك يعني التعامل بتاع عائلتك تتبدل وقت تعلم امك ولا عائلتك اللي انت بلغت بالطبيعة تولي انت قوش عليك خطر ماني ترى احكي لنا هكا على الخطر هذا شنو 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 الخطر يعني شنو هالشرف نتاع العائلة اللي باش يهتك فهمت هالشرف نتاع العائلة اللي باش يهتك لأن المرأة بلغت ولات امرأة يخافوا باغ اكزومبل انت تعمل اي علاقة جنسية تولي عار بالنسبة لي خاطر المرأة كي تعمل علاقة جنسية قبل البلوغ ما يصير لها حتى شيء بون نجم نقولوا تتكسر كما هم يقولوا كده مع علاقة جنسية قبل ما تبلغ إيه حتى قبل ما تبلغ نجم تتكسر ليه ليه هو الغشاء يتكون حسب ما في بالي معنى الغشاء يتكون بعد ما هي تبلغ لا 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 موجود من قبل ما في باليش لا موجود من قبل الغشاء الغشاء هو من الولادة راهو كي تشوف وهو حالة طبيعية هو حالة طبيعية وحطها في بالك اللي غشاء البكارة فهمت غشاء البكارة مثل ضرسة العقل مثل المسرانة الزايدة مثل العضلة اللي في الوضن حاجات سوف تنتهي مع الوقت فهمت هي من بقايا عالم الحيوان هناك نساء الآن في الوقت الحاضر يولدون بدون غشاء بكارة يعني الغشاء البكارة يعني ما هيش حاجة هي من بقايا عالم الحيوان كيما مثلا تو العضلة بتاع الوضن احنا ما عادش نحرك وضنينا اذا العضلة بتاع الوضن ماشية وتتنحى كيما المصرانة الزايدة ما عادش احنا عايشين المجاعات مش نخبيو ماكلة في المصرانة الزايدة كيما زرست العقل احنا ما عادش ناكلوا اللحم ني خلاص ما عادش نحتاجوها زرست العقل الاربع زروس اللي داخل ما عادش نحتاجوهم باش نمو وباش معناتها ما عادش نحتاجوها معناتها البدن يتطور كيما مثلا البعبوس اللي كان عندنا ما عادش نحتاجوه فهمت؟ اذا غشاء البكاره هي من بقايا عالم الحيوان اما غشاء البكاره موجود من الاول فهمت؟ وهو تعرف الهدف نتاعو هو حمايه للمراه فهمت؟ هو عبارة على حماية للمرأة فقط لا أكثر ولا أقل فهمت؟ ما هوش حاجة يعني مهمة جدا ونعرف وإحنا توا غشاء البكارة نجم ترجع بطريقة بسيطة جدا فهمت؟ حتى فما طرق يعني علمية وطبيعية وغيرها من الطرق اللي نجم إعادة بغشاء البكارة ما يخافوش عليها لا تتقص يدها وإلا يقع لها عملية اغتصاب وإنما يخافوا على طرف غشاء كبره سنتيمتر فهمت لا يرى أحد فهمت في آخر منطقة في البدن هذاك هو اللي يخافوا عليه فهمت هل الخوف إلا من غشاء البكارة أو الخوف من الفضيحة يعني نضرب لك مثال هل بنتهم عندما تخسر غشاء البكارة من غير ما يعلم حتى حد هو أكثر خطورة أم لو تكون عندها علاقة ولم تخسر غشاء البكارة وما زالت عذراء قطر نعرف وإحنا تنجم المرأة تعمل علاقة دون أن تخسر غشاء البكارة شنو اللي أخطر خسران غشاء البكارة أم العلاقة بحد ذاتها اللي أخطر بالطبيعة هو أنك هو أنها تخسر غشاء البكارة خاطر هي كي تشوف هي عقلية كاملة ويجي يخمم معناها كي هي باش تخسر غشاء البكارة باش تعمل علاقة جنسية باش تخسر غشاء البكارة باش تفضح باش الناس كل تسمع بها ماهيش باش تعرس وديزون خاطر هي لازمها تعرس بسيف معناها عقلية كاملة وحتى العبيد اللي يعرف
واللي كوريجيل بكاري ما عنده حتى قيمة، يقول لك أنا خمم هكية وطولت هكية ما تنجمش بدل عقليتي، حتى كان هي حكاية طبيعية ما نجمش أن نبدل فيها. سامحني عايشة، فما نساء ياسر يعملوا علاقات جنسية وما يخسروش غشاء البكرة، أوكي؟ يبقوا عذراء. يقعدوا شرفة بالنسبة للعبيد الكل. أه؟ يقعدوا شرفة بالنسبة للعبيد يعني الكل. يعني الأهم معناتها فما نساء ياسر عندهم علاقات ما تنجمش تصورها بالك، فهمت؟ عندهم عشرات العلاقات ويعملوا كل شيء، فهمت؟ ولكن ما زالت عذراء. فهمت؟ ما زالت عذراء. يعني هذه ما تشكلش خطر، هذه ماهيش معناتها ما تفضحش. ليش انت تفضحها؟ ما فماش بروف على الحكايه. يعني تعتبر يعني شريفه ولو حتى ما خسرتش غشاء. يعني امراه تخسر غشاء البكاره في علاقه واحده تعتبر غير شريفه، وامراه تمارس الجنس مع 10 رجال من بكل الطرق وتحافظ على غشاء البكاره تعتبر شريفه. حسب لا يعني عادي بالنسبة للناس تخمم ان غشاء البكرة هو اهم شيء به. نفترض يا سيدي احنا غشاء البكرة نجم نعيدوها. غشاء البكرة مثلا بسيطة، هناك 20,000 طريقة باش تعيد غشاء البكرة وقتها تسترجع الشرف نتاعها وتولي شريفة. خاطر العبيد ما يحبوش شكون يصارحهم. الراجل نجم يرضى انه المرأة تمشي تنافقه وتعمل لوبيراسيون وترجع هي عذراء، خير من اللي تمشي يتعرس بيه وتقول وراني انا عملت حكايه معناها انا وقتها حبيت نعملها، ما عاد عليه باش ندم عليه، ما يرضاش. باهي نرجع للموضوع هذا من بعد، خلينا نتكلموا على الحاله نتاعك الخاصه. احكي لنا بعد لا اكتشفت اللي انت بلغت قلت واللي انت معناتها جاك الدم وحسيت قلت لي انك انت كما نقولوا وليت انسان اخر. حكينا الشعور هذا كيفاش حسيت وقتها، كما قلت لك الراجل عندما يبلغ يحس روحه راجل، شنو حسيت روحك؟ يعني حسيت روحك انك انسان من درجه ثانيه؟ حسيت قش علي تظلمت في الحكايه، خاطر كان احنا معناها اللي عنا منها الحكايه. راه حتى الراجل عنده اللي راجل اختي بالك، عنده الحيض، عنده الدورة، حتى الرجل عنده الدورة ب 14 يوم. كيف؟ عنده الدورة بنفس الزيفي معناها؟ تقريبا بنفس الزيفي تقريبا، فهمت؟ غير ان الرجال فما انواع نتاع الرجال، فهمت؟ هي الدورة شنية؟ هي الدورة هي الدورة هي تغير المزاج نتاع الانسان. دورة هاو نفهمها لك انا كيفاش عند الرجال، وهي عندها عدة تفاسير. طبعا ما يسمى بالدورة النصف شهرية للرجل، هناك الدورة الشهرية للمرأة اللي معناتها المعدل نتاعها 28 يوم، هناك الدورة للرجل. هي انت تعرف اللي البويضات تصنع المني، والمني هذا يطلع كيف الجيب موجود اسمه البروستات، فهمت؟ والبروستات يبقى فيه المني 14 يوم تقريبا او 15 يوم ويموت، باش البويضه تعاود تصنع مني جديد. يعني الانسان كي يقعد، الراجل لو يقعد 15 يوم ما يمارسش الجنس او ما كيما نقولوا معناتها ما يخرجش المني نتاعو، المني نتاعو يموت ويتعوض يجي مني جديد، والمني الجديد يولي ياكل المني القديم، اللي المني القديم يتحول كسائل مائي وياكلوا، يعني يقعد يتغذى منه نجم نقولوا، فهمت؟ ومن بعد هكاك هذيك هي الدوره بتاع 14 يوم. في هذيك الفتره الراجل يحس روحه من غير ما يشعر، يحس روحه متقلق وما عينوش في نساء، فهمت؟ هذيك هي الدوره بتاع الراجل. غير ان الدوره بتاع المراه، شفت الجهاز الجنسي بتاع الرجل هو خارجي والجهاز الجنسي بتاع المرأة هو داخلي، لكن في معرفة الدورة، الدورة الرجالية هي داخلية بينما الدورة النسائية هي خارجية، يعني عكس الجهاز الجنسي. إذا الدورة موجودة عند الرجل وعند المرأة. أحكي لنا، خلينا نرجع للموضوع بتاعك،
احكينا كيفاش حسيت روحك وقتها، احكينا بالتفاصيل هكا كيفاش قاعده، شنو وقع، نحب نعرف، انا بيدي نحب نعرف، حتى المجاهدين ما يحبوش يعرفوا يا سيدي، انا نحب نعرف. فرصه 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 لا تضيع. احكي. حسيت روحي معناها كدي تقلقت خاطرني مش مسنسه بها الحكايه. قعدت معناها حتى معك عطتني معناها باش نبدل كل شيء، كلي اول مره الواحد always always باي. قداش في من كعبه always؟ قداش في من قطع؟ 8 بالي 8 8 اوكي. يعني كل ما عندي حتى فكرة أصلاً شاملوا بيه، يعني أول ما مدت لي قداش نعم بيه، يعني هذا توم يعني اسكو بشورة اسكو شفش يعم بيه وفهمت حتى شيء. لين سنة سبوع من الأول ما تقلقت برشا، مش كلي على الأخر يعني مش كيما مطا بالنسبة لي أنا مطا، خاطر فما عبيد يتقلقوا فما عبيد ما يتقلقوا جملة حياتهم كل شيء طبيعي. هناك تقريبا اللي يتقلقوا نسبة 30% من اللي يجيهم الحيض بطريقة صعبة حسب الآلام في الظهر وآلام في الركبة، وهناك اللي عندهم الحيض كما نقولوا المنظم وهناك الغير منظم، وهناك يعني عدة أنواع شيء طبيعي من أنواع الحيض. يعني أنت عندك من نوع الحيض اللي جاك خفيف نظيف؟ أي من الأول من بعد لي بدل ماني بعد اللي ناخذ الحرابش ديجا. هو يتبدل راه هو بطبيعته فما اللي يتبدل لهم، فهمت؟ خاطر الدوره تتبدل كل مره وتنجم يعني تاخر وتقدم، هذا الكل عنده علاقه راه حتى بالنفسيه نتاع الانسان والضغوطات نتاع الانسان والمشاكل نتاع الانسان والامتحانات. يمكن مثلا يجيك الحيض قبل الوقت لان عندك امتحان او عندك حاجه تخمم فيها، ولا مرتبط بالنفسيه ارتباط وثيق جدا. صحيح به. اي من بعد تعودت عليه. اي نستنى سمعني خاطر كل مره مون اي قلت لك عادي، مون الانسان يتاقلم مع كل الظروف. بعض الناس مثلا يمرض بمرض يعني يتفجع وكل شيء، ولكن مع الوقت المرض يصبح حاجه عاديه، فهمت؟ يولي حاجه معناتها يوميه عايشها، ما عادش الناس تشوفه اللي هو مازال مريض واللي هو، اما هو حد ذاته المرض أصبح يعيش معاه. بعد لجاتك العادة الشهرية وانتهت العادة الشهرية، كيفاش حسيت روحك؟ قاعدة أخم فيها الحكاية، فهمتش أصلاً شنو اللي قاعد يصير. حتى كي سألت ما قالت لي نرمال حاجة عادية تصير للعبيد الكل، مش حاجة بزاف. لا مش للعبيد الكل، تصير كل الناس. إيه معناها للناس الكل؟ قلت لي تصير للعبيد الكل معناها حتى بطريقة أخرى، ما ينزلش من عنا دم ما احنا، فهمت؟ حاجة اي زيد لا في باليش بها، ما تغلبيت العبيد ما في بالهمش بها. اي اكثرهم ما يعرفوش اللي الرجل عنده دورة ايضا نصف شهرية، فهمت؟ حتى الثقافة الجنسية من عاد ماشي تونس. نرجع للثقافة الجنسية، رغم اللي انا ما توعدت باش نعمل فيديوهات في الثقافة الجنسية، لكن مع الاسف ما لقيتش وقتها، ما تون نرجع غير نكمل اغراضي ونعود للفيديوهات متاعي. يعني لهذه الدرجة إن الإنسان رجل أو امرأة يبلغ ومعناتها ما عنده حتى فكرة شنو البلوغ، شنو العادة الشهرية، لا في المدرسة ولا في الإعلام ولا حتى داخل الأسرة؟ يعني معقول هذا؟ خاطر بالنسبة لهم هما كمواضيع هذيك تحشم وحرام، وحتى أصلا أنت كتسأل على روحك أنا كيف جيت ما جاوبوكش معناها. سامحني حرام، هذا لا حياء في الدين. يعني أنا مثلا كنت مدرس في سوريا، فهمت؟ ندرس الفقه وكنت نقري معناتها الحيض والنفاس، وفهمت وكل أنواع معناتها الأمور الفقهية فيما يخص الجنس، وليس هناك معناتها خجل يقول لك لا حياء في الدين. يعني هذه أمور لازمها تقرأ، فهمت؟ هي الحوزة العلمية أو المدرسة العلمية ما فماش عالم دين إلا قرا المسائل هذه. لازمك تتفرق من بين الاستمناء والاستحلام، فهمت؟ والحيض والاستحاضة
وأنواع الحيض وأنواع الاستحاضة، فهمت؟ هذه كل يعني أمور تقرأ وموجودة ومفصلة في كتب الفقه. يعني هذا ليس معناتها تقول لي أنت مثلا حرام من أي شيء جابوا الحرام، من أي شيء جابوا الحرام هذا، يعني هذه تقاليد وعادات جاهلية، هذا كل شيء موجود في الإسلام، صحيح ولا؟ يدرس معناها أي يدرس، كي أنت تمشي تقريها ما تفل كما احنا نقوله الإسلامية اللي قريوهنا ولا تفكير الإسلامي ما قريونيش على حاجة تذوم جملة ممكن كو حتى في السيونس معناتها اللي أم خانسيب أنت لازم تقري الحكاية تذوم من الإنسان اللي مازال صغير مش عامة الباك، خاطر احنا نقريوها عامة الباك وكونش لي سيونتيفيك يقريوها في نفي ماني قريو حاجات خفيفة ممكن البروفة تبدأ تقري تبدأ حاشمة والولاد يبدأ يضحكوا والولاد قاعدين وحدهم بنات قاعدين وحدهم وتجا وقتها حتى نفكر في الكلاس الولاد يسألوا على فصل العادة السرية وأكثر من شطار البنات أنا وقتها أصلا مش فاهمة اش معناها حتى كي كي سألت البروفة اش معناها كلي قعدت تبدل في الموضوع ما تحبش تجاوب معناها مش تلوشت عليها وقتها عرفتها مش خلاها في قلبي. بعد لا كما قلت لك سألتك سؤال هو بعد لا انتهت العادة الشهرية ورجعت للنقاء متاعك حسيت روحك أحسن؟ ما عادش عندك دم، يعني الفترة اللي تعيش فيها الدم والفترة اللي ما تعيش فيها معناتها وقت تجيك العادة الشهرية ووقت تنتهي العادة الشهرية نفسيتك تتبدل؟ اي نفسيتي تبدل كي نبدا في الوقت اللي عندي ماني العاده شهري بس في روحي بتبيعه متقلقه من بس روحك مسخه روحي مانيش قادره نعيش في الايام اي حس روحك مش قادره نعيش عقيره نبله ما تسويش ها نوعا ما يعني حتى مثلا كي واحد يكلمك حتى كي واحد يكلمك ما عينكش تكلمه ماذا بيك ما تخرجش من لازمك ما يشوفوكش العباد ماذا بيك ما تظهرش اللي عندك ما تظهرش اللي انت عندك العاده الشهريه لي توا معناها في العوام الاخرى واللي تعاد ما قبل اي ما نحبش يعني واش تبدا عندك عاده شهريه تخرج تمشي المدرسه تقول لهم راه عندي عاده شهريه لي معناها ما كيش سيس اني عبت بيك ولا فاز نقول لهم مريضه معناها عادي قولي باش مريضه نقول له ما قلقنيش معناها مش باش نضحك ولا فاز نقول له عادي معناها تعرف اللي هذه معناتها القلق نتاع العادة الشهرية يعني هي معناتها موروثة راهو مثلا توا في الغرب هوني المرأة بدا عندها عادة شهرية ما تلاحظش عليها عندها العادة الشهرية عادي تتصرف عادي اي انت بتقول لي بكري كو معناها تختلف الحكاية من انسان لانسان اي تختلف اي تختلف من انسان لانسان ولكن يعني اقل معناتها وقعة في دول أخرى من دول متاعنا الدول متاعنا يعني مثلا في بعض المعتقدات مثلا إن المراكب عندها عادة شهرية ما تمسش الماكلة ما تطيبش ما تعملش فهمت لازمها تعتزل كليا يعني تعتبر نجس قلت لكم ما تصليش ما تصليش وما تصومش ايه فهمت ما علاش هما ناقصات دين ناقصات عقل ودين فهمت يعني ناقصات دين خاطر ما يصليوش كيما الرجال وما يصليو وما يصوموش كيما الرجال فهمت كي بدا عندها عاده شهريه حاجه طبيعيه ماني وخاصك كي حاجه طبيعيه موجوده في المراه عليه ما عنديش الحق تصلي وتصوم وقت اي على خاطر الدم يعتبر نجس في الاسلام انت في اليهوديه مثلا المراه كي بدا عندها العاده الشهريه ما عنديش الحق الطيب اصلا ما عنديش الحق تعمل حتى شيء فهمت؟ تصبح نجس في بعض المعتقدات الأخرى الهندية يعني يغلق عليها باب ما عادش تخرج حتى تنضاف نجس فهمت؟ إذا نرجع الموضوع الواحد الموضوع طويل ياسر معاك عايشة أعطينا توا كيفاش اكتشفت الجنس؟ أول مرة لا ما تفكرش أول مرة بزيت ما تفكريش بهيك أحكي لي كيفاش أول مرة كيفاش نسيتها أول مرة يقول لك كل شيء صدقني أول مرة ما تفكريش أول مرة عمره ما يتنسى ديما أول مرة ما يتنساش فهمت تنسى كل شيء وما تنساش أول مرة ولا ما تحبش تقولها ليه ما حبش نقولها أي أحكي لي أول مرة
أعطيني أول مرة كيفاش. بتيتر كو وقت اللي قريتها فاز الفازة في النجيم وقت مشيت لوشت قريتها في الانترنت. ايه عليه الصلاة والسلام. أنت هو حقيقة يعني معجزة القرن 21 يعني فهمت، والآخر قرن 20 و21 يعني ما عادش محتاجة لأي إنسان باش يجاوبك فهمت، لو يحشموا الناس الكل عندك انترنت وجوجل فهمت رضي الله عنه. كيفاش قريت هاي وقت قريتها كيفاش حسيت؟ قداش عمرك وقتها؟ 13 سنة قلت لك بتيتر ما نتفكرش بزبط الفازة اما حس ما نتطور معنى اذا كاش نجرى اي هكي كاف 13 سنة اي احكينا ترى كيفاش احكينا بكل معناتها اريحية شنو اكتشفت شنو احساسك شنو شعورك؟ مو تقلقت شي سر يعني حكي عادية ماما جست معناها كلي قريت شنو يصير اكاو ماد شنو يصير اكترشت حتى عشان عطينا شنو يصير، عطينا حكينا شنو يصير، شنو حسيت في الداخل بتاعك؟ على العلاقة الجنسية يعني؟ العلاقة الجنسية، شنية العلاقة الجنسية، شنية؟ قاعدة هكي امرأة على روحها رايضة تعمل في علاقة جنسية، ليش؟ شنو المشكلة؟ شنو فهم؟ شنو بش تزيد لي علاقة جنسية؟ بش تنقص لي ساق، بش تنقص لي يد، بش تنقص لي وظن، بش تقص لي شعري، شنو بش تعمل؟ شنية العلاقة ما تنقص حتى شيء جوست هي رغبة في الإنسان لازم يمارس رغبة متاعه ذيكا باش ما يسولوش كبت باش يتفرهد معناها باش يحس خاطر هي لازم يلبي رغبته باش نجم يعيش نورمال ما تصيرلوش مشاكل نفسانية في حياته. اي احكي لنا على الرغبة هذه شنو هي الرغبة كيفاش حسيت انت؟ تكلم بكل أريحية عايشة، راك عايشة راك، ما أدراك ما عايشة اللي تكلمت على الجن كتب الفقه الكل، ما خلتش حاجة اللي تكلمت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ حتى معنتها أبسط الأمور كلمتها، حتى إنه كان معنتها يأتزر إيزاري، يلبس لباسها، فهمت؟ وكان يناديني وأنا عن التنور، فهمت؟ ويجامعني ويناكحني فهمت؟ وفي نفس يعني ويغتسلان بنفس الإناء، يستحمان بنفس الإناء، وكان يصلي وكنت أمامه، فهمت؟ فعندما يسجد أقبض رجلي، وعندما يعني يقوم من السجود أطلق رجلي، فهمت؟ يعني عايشة ما كانتش حشمة يعني في مسألة الجنس يعني تكلمت على التفاصيل التفاصيل. إيه إيش بك عايش ما مخوض مثل عايشة حكينا بكل صراحة. مش حكيت نحشم ولا. ماذا شنو؟ أعطينا به. نحب نعرف أحنا شنية المراهقة عند المرأة يا سيدي، أنا راجل نحب نعرف شنية مثلاً الراجل مثلاً. يحس حاجات مثلا يحب يمارس الجنس ينكح يتعرف على امرأة يقبل من الفم ما نعرفش انا معناتها المرأة شنو تحس؟ المرأة تحس في نفس الاحاسيس هذوكم اما جست هي تربى كما لازمهاش تظهرهم الاحاسيس نتاعها أي؟ لازمش تبين اللي هي تحب تعمل الحكايات هذوكم تعلينا حتى تعلينا هما ايش يحبوا عديني انت كيفاش عشت هذيك الفتره يعني تمنيت انك تمارس الجنس في العمر هذاك دوب ما لي دوب ما بلغت لي ما شنو تمنيت وقت شنو حبيت ما كانتش عندي فكره اصلا وقتها ماني ما كانتش عندي فكره اصلا على الموضوع وقتها اي وقت تعرفت على الموضوع شنو اللي جاك ما حسيت حتى احساس وقت عادي شيء ميت اي من بعد بدي تقرا 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 هاي اي كنت ديما معناها جست نخمم كل الحكايه هذيك ما لازمش تصير خارج دار الزواج معناها يعني انت عملت عباره على معناتها غلقان مخك على التفكير في هذاك الموضوع اي بالضبط يعني كنت ترفضه على خاطر ذاك يعتبر معناتها حديث او تفكير قبل اوانه بالضبط
من بعد عرفت لي الحكايه مش مربوطه، كان لازم نسكر على روحي يعني في الفكره ذيك، ونقعد زعما حاصره روحي، ما خليش روحي نخمم. يعني عشت كبت، يعني كبت هو المنع من التفكير في الموضوع اصلا، يعني كبت كما نقولوا احنا فكري. اي من بعد تحررت. وقتش عرفت العاده السريه ووقتش مارست العاده السريه اول مره؟ اول مره عندها 3 سنين. 3 سنين، 14 سنة، يعني بعد سنة من البلوغ. اي اي كيفاش مارستها وكيفاش عرفتها؟ اي عرفتها، ما قلت لك وقتها مثل كي عرفت، بس اللي مش لي عندها عامين، دونك اول مره مزلت. اول مرة عندها وقت اللي عامين. مزلت كعرف اي وقت اللي مزلت كعرفت لي فما حاجه اسمها لي سيبو هنا وكل شيء. يعني عرفت الماستيرباسيون من المواقع الإباحية. اي وكنت نتخيل لي حكاية غلطة، كنت صحيح نعم فيها، اما مش في مخي لي حكاية غلطة وما لازمش تصير. لا كنت تعمل قبل ما تشوف الأفلام في بالي الإباحية؟ حكاية سامحني، قبل ما تشاهد الأفلام الإباحية هل كنت تمارسين العادة السرية؟ لا عمرك ما مارستها؟ يعني كيف لا. ما يجيكش مثلا فترة تبدا تدوش ولا تبدا راقدة ولا حاجة عندك؟ ما كنتش نعرفها اصلا لهالدرجة؟ بالي كوش كنت ليه قلت لك انا مش قدين على سألوا عليها وقتها في الكلاس في نجي ماني، اما حتى ما في بالي كان ما يعملوها كله لي. كنت تظن ان العادة السرية لا تمارس الا معناتها من طرف الرجال، النساء لا، نساء ما عندهمش عادة سرية. إذا وقت شفت الأفلام البورنو، يعني هذا قلت لي قبل سنتين، اكتشفت ما يسمى بالعادة السرية. أعطينا كيفاش معناتها، كيفاش مارستها، كيفاش تمت العملية، كيفاش جاتك الفكرة باش تمارس العادة السرية؟ كي تفرجت أي هل مارستها وأنت تتفرج ولا مارستها وأنت بعد لا تفرجت وبشيت تفرج وانت تتفرج؟ يعني بقيت تتخيل روحك اللي انت في بلاصة المرأة الذي يمارس معها الجنس. هل خطر العادة السرية، هناك عدة طرق في الممارسة العادة السرية، هل ممارسة العادة السرية كانت فكرية فقط أم كانت باللمس لنفسك واكتشاف جسدك؟ كيفاش اكتشفت جسدك؟ دي مش فكرية كهو، باللمس. باللمس. إذا اكتشفت أول مرة العادة السرية عن طريق الأفلام البورنو أو ما يسمى بالمواقع الإباحية، ومارست أول عملية ما يسمى بالعادة السرية في مشاهدتك الأفلام الإباحية. بعد هل أصبح لك إدمان على مشاهدة الأفلام الإباحية أم أصبحت تمارسين العادة السرية خارج معناتها بدون أن تشاهد الأفلام الإباحية؟ أي من الأول بيان سور أنك مش تكتشف حكاية باش تولي تدمن عليها من غير ما تشعر، بعد شوي بشوية وليت ما عادش كلي كل يوم، وليت كلي ناخد فترة معناها كونش كي نحس لي أنا عندي رغبة باش نعملها الحكاية، بعد معناها بشوي بشوي أنا خاطر قلت لك من الأول في بالي كهي حكاية غالطة وكل شيء، قعدت نقرا عليها الحكاية وشيختو قريت نوال سعداوي، معناها عرفت لي هي حاجة عادية وبالعكس باهية للجهاز التناسلي متاع المرأة، خليه ديما حي، ما حكاية ما تضرش، معناها تضر كونش كي انت تولي مدمن عليها وتمارس فيها كل يوم أكثر من مرة. عندك شي فكرة على الطرق الصحية في ممارسة العادة السرية عند المرأة أو عند الرجل؟ طبعا عندك شي فكرة، يعني هل قريت دراسات علمية؟ خاطر أنا اطلعت كثير فهمت حول الموضوع. هل عندك فكرة، يعني احنا ناخذ فرصة هوني باش نحاولوا معناتها نعرفوا الأشخاص اللي ما يعرفوش العادة السرية واللي يسخيبوها حاجة خايبة والطريقة متاع الممارسة متاعها، تنجمش معناتها تعطينا فكرة غير ما قالته نوال السعداوي حول تنشيط فرج المرأة
انها لا يصبح كما نقولوا احنا حجره فهمت، لانها يحرك الدم ويحرك العضلات وغيرها. تنجمش تعطينا فكره شنو تعلمت من العاده السريه وشنو الطرق المثلى لممارسه العاده السريه عند المراه؟ طبعا بحس ما انا نفكر من اللي قريته نبيل سعداوي، اول حاجه كما انت قلت معناها لازم تمارسها معناها العاده السريه، اما مش ديما خاطر وقتها تولي ضر. انت كي تمارسها مثلا كما احنا نقولوا تقعد تمارسها مثلا اليوم، تقعد نهاريا بعد تمارسها مره اخرى، جست نفس اللي نتاعك يقعد حي، سورتو خاصه بالنسبه للعبيد اللي ما يعملوا حتى علاقه جنسيه نجموا يلقاو، وكان ما يمارسوش العاده السريه نجموا يلقاو بعض مشكله كي يعرسوا ولا حتى كي يمشيو باش يعملوا اول علاقه جنسيه بالنسبه لهم نجموا يلقاو عجز، نجموا مثلا الجست اللي نتاعهم يكون معناها الاعصاب نتاعو مشدوده معناها ما نجمش ما تتخاف ولا فاز نجم تصير لا اي مشكله. بالنسبة للراجل كيف معناها نجم يفقد معناها يفقد الرغبة متاعه بشوية بشوية، ما عادش نجم يوصل للنشوة الكبيرة وكل شيء. قريت دراسة علمية؟ لا جست كلي كتجيني كسيون ولا فازة لو جاء على طول. اوكي العادة السرية من به المدار متاعها كما قلت انت ما يسمى الإدمان. الإدمان ليس في العادة السرية في كل شيء، حتى في الأكل الإدمان غير شيء، أي حاجة زاد عن حد تحول إلى ضده، هذه قاعدة معروفة فهمت. أما ممارسة العادة الجنسية عند الرغبة فهمت، حتى أن بعض الفقهاء يسمحون، رغم هناك تحريم للعادة السرية، يسمحون للعادة السرية في حالة الخوف من الزنا، مثل السماح لأكل لحم الخنزير في حالة الخوف من الموت. يعني الإنسان يبدأ جيعان وعنده كان لحم الخنزير، يجوز أن يأكل لحم الخنزير لكي لا يموت من الجوع فهمت. نفس الشيء فقهيا يجوز، بعض المذاهب يجوزون العادة السرية عندما الخوف من الزنا. هناك أشياء في ممارسة العادة السرية اللي أنا ما اطلعت عليها في البحوث العلمية، هي ممارسة ما يسمى العادة السرية بالأصابع بطريقة ضغط قوي فهمت. المشكل اللي المرأة الغير يعني كما نقولوا احنا، المرأة اللي ما زالت عندها غشاء البكارة فهمت، ما تستطيعش تمارس العادة السرية، ما تعرفش ما يسمى معناتها نشوة المهبل، لأن يعني المرأة عندها عدة معناتها نشوات، صحيح او لا؟ ايه عندها نشوة البذرة وعندها نشوة المهبل وعندها عدة نشوات، مش لازم نذكرهم الكل، اما موجودين عدة نشوات عند المرأة. المرأة اللي ما زالت معناتها عذراء تعرف الا نشوة واحدة اللي هي نشوة البذرة، صحيح ام لا؟ ايه نشوة البذرة، فما كثير من النساء مع الاسف يمارسون العادة السرية بأصابعهم فهمت على البذرة فقط، لا يلمسون ما يسمى الشفة الصغرى والشفة الكبرى، بيحاولوش يقربوا لهم، يخافوا انهم يفضوا البكرة بتاعهم، وهذا مش باهي، لان اللي محتاج تنشيط الفرج هو كل الفرج تنشيطه، منها الشفة العليا والسفلى او الكبرى والصغرى والبذرة. المشكل الكبير انه عندما البذرة تتعود على الصبع، عندما تمارس الجنس في المستقبل مع رجل، تولي لا تستطيع أن تحصل على نشوة البذرة إلا بالإصبع. هذاك علاش تجد في بعض الأفلام الإباحية أن بعض النساء هو كما نقول تمارس في النكاح وهي وضع يديها على بذرتها لكي تحصل على النشوة، صحيح أم لا؟ صحيح. علاش؟ على خاطر هذيك المرأة عودت ما يسمى البذرة بتاعها بالإصبع، والإصبع معناتها المرأة العادية مثلا اللي ما مارستش العادة السرية وتزوجت، تحصل على النشوة متاع البذرة بطريقة سهلة جدا. هذاك علاش مثلا في بعض المحلات في أوروبا يبيعوا أدوات خاصة مثل كيف الريشة أو أشياء رطبة
تناسب ذكر الرجل لكي تحصل على النشوة بطريقة معناتها بسيطة. يعني الإصبع متاع الإنسان الجلدة متاعه خشينة، بينما الذكر الجلدة متاعه خفيفة، فهمت؟ إذا عندما تعود صبع بالصبع متاعها أو تنزل كثير، شنو يوقع لها؟ يوقع لها أنها في المستقبل البذرة متاعها لا تستطيع أن تحصل على النشوة إلا بضغط قوي. لهذا معناتها أنصح الفتيات الصغار أنهم يستخدمون نوع من يعني من كما نقولوا الرفق في الحصول على النشوة، وما يستخدموش القوة أو الضغط القوي اللي يسبب أنها البذرة تصبح ما عادش تقبل الاحتكاك البسيط ومحتاجة إلى احتكاك قوي للحصول على النشوة. هذه مسألة من المسائل. إذا نرجع للمسألة هذه، المسألة بتاع ممارسة العادة السرية. الآن أصبح عندك مثلا تنظيم للعادة السرية، يعني منظمة في ممارسة العادة السرية، هل غير ما يسمى بالفرج؟ هل تكتشف بقية بدنك؟ يعني المناطق الحساسة في بدنك، خاطر كل مرأة عندها مناطق حساسة. قلت لك بشوي بشوي تولي عندك خبرة مع بدنك، تعرف شنو حاجتك، تعرف شنو انت تحب وقته تحب وشنو لازمك تعمل. اوكي، يعني بدأت تتنظم الامور بتاعك. ولكن هل ما فكرتش تمارس الجنس فعليا؟ فكرت فكرت. اي اعطينا تجربتك في هذه الناحية. ما جربتش، فكرت فيها الحكاية ما زلت ما جربتش، على خاطر مش خاطر نحسها هي حكاية كبيرة ولا حكاية لازمني خمم فيها، خاطر فما عبيد باغ اكزومبل يمارسوها الحكاية جست باش يلبيو رغباتهم كهو. انا معنتها المجور متاع العبيد اللي منجموش يعملوا علاقة جنسية مع اي شخص من غير ما تكون ما بيناتنا مشاعر. شيء طبيعي. وحتى التناسب الفكري زاد عنده دخل في الحكاية، ما نجمش نكون مع إنسان ما يخممش وموا يحترم تفكيري وما يخممش معناها تخميم خايب، كأنه باش مع الحكاية ذيك باش تولي يخمم فيها بطريقة أخرى ولا. وما لقيتش هذا الشخص؟ لا حاليا لا مازلت. علاش؟ يعني ما هذا الكل أشخاص؟ أنا ديما هذا يطرح السؤال سواء الرجل أو المرأة، يقول لي توا ما لقيتش الشخص اللي نجم يتبدل معاه المشاعر. يعني نشوف اللي اشترى تونس ما لقاش الشخص اللي يتبدل معاه مشاعر، ما نعرفش أنا شنو هو واقع، فهمت؟ مانيش فاهم شنو هي المشكلة اللي موجودة بالضبط. فما عبيد تعمل علاقات جنسية ما غير جست باش تلبي رغبتها، ما يهمهاش اسكو فما مشاعر ولا لا. فما عبيد خاطر المشاعر المشاعر وحدها ما تكفيش، لازم تكون تحب إنسان وتعمل معاه حكاية ما عندكم شنو بتسرب. يعني شنو المشاعر اللي تبحث عليها في الرجل؟ يعني تحب أنت عندك مشاعر نحو ولا هو عنده مشاعر نحو؟ لازم شعور يكون متبادل في الطبيعة، لازم متبادل. الإنسان اللي أنا باش نكون معاه لازم معناها لازم نكون متوافقين معناها فكريا، ما نجمش نكون مع إنسان تفكيره منحط أنا ولا ما حتى ما تلقي باش تصير من بيناتكم حكاية هو جوست باش يحب يعيش اللحظة ذيك وكهو يحب يوصل الحكاية وسي بون معناها ما تعرفش حتى على الإنسان هذيك شنو ينجم بعد يمشي يحكي شنو ينجم يقول شنو ينجم يخمم، خاطر لازم الإنسان كي يعمل حاجة لازم يعرف شنو قادم، مش جست هاني باش نعمل حكاية وكهو. شي طبيعي. يعني أنت نسألك سؤال، معناتها أنا ديما نسأله معناتها بصفة عامة، هل بالنسبة ليك معناتها العلاقة اللي باش تكون مع شخص يعني لازم تكون علاقة دائمة؟ يعني هناك مشاعر مثلا، ولكن المشاعر هذه في فترة معينة محدودة من بعد تنتهي، أم تريد مشاعر تكون دائمة؟ بالطبيعة مش بالضرورة تكون دائمة، خاطر نجم تكون مع سين نجم تصير أي حكاية، نجم ما نعرفش حتى واحد معناها يموت، واحد ما نعرفش يسافر، واحد تجرى له أي كام، مش بالضرورة أنه أو يقطع أو تنتهي المشاعر بتاعه.
بالضبط معناها او انت تنتهي المشاعر بتاعك. مهم انه اي بالضبط، مهم انه تكون المشاعر وقتها صادقه، يعني ما تكونش النية بتاع الفراق ما تكونش سابقة كما نقوله وإحنا العلاقة. يعني شخص مثلا يتعرف على طفلة عنده نية مسبقة أن هذه بش يكمل معها هذيك الحاجة ويمشي. بالضبط. إذا فهمت به. خلينا نرجع على زوز نقاط، خطر إحنا توا معناتها قريب بش نخدموا ساعة تقريبا على زوز نقاط. يعني أنت ما عندك حتى مشكلة أنه يكون عندك كثير علاقات، يعني يكون عندك تجارب كثير مع مشاعر، مع مشاعر طبعا مع رجال معناتها كثيرين، ما عندك حتى مشكلة؟ بطبيعة ما عندي حتى مشكلة، خاطر هي تجربة ولازم نعيش. أي لازمني تجربة وحاجة به أني باش نعيش، باش نكسب، باش نكسبها التجربة ذيك. يعني ما عندكش مشكلة، هذه مسألة جدا مهمة. ومسألة ما يسمى فقدان البكارة، هل عندك مشكلة يعني تشوف أن فقدان البكارة يجب أن تحافظ عليها، أم عندك رغبة في فقدان البكارة؟ ما نحبش جملة أني نفقد البكارة، أنا جس باش نتخلص منها، خطرة ما عنديش قيمة بالنسبة لي، ما تسوى حتى هيك، ما تسوى حتى هي بالنسبة لي، أنا جس باش نتخلص منها وكا. وعليش ما تفكرش تفقدها وحدك؟ خاطر خاف لنعمل حاجة نضر روحي، يعني خاف لنسبب روحي في حاجة غلطة. غلطة شنو مثلا؟ غلطة معناها نخاف لنعرفش نعمل حاجة نجرح روحي ولا حكاية. ما تجرحش روحك، حتى مع الراجل تنجم تجرح روحك كيف كيف. ما نعرفش، خاونتش فيها الحكاية، ما خاونتش فيها الحكاية. المهم يعني عندك البكارة حاجة مش مهمة. ايه به. وممارسة الجنس يعني مع أكثر من راجل عندك يعني تكسب تجربة جنسية ما عندك حتى مشكلة. شنو رأيك في الزواج عايشة؟ والله هو قرار اختياري، يعني تجم أنت كل واحد حر، يعني اللي يحب يعرس يعرس واللي يحب يعرس ما يعرس. عطينا وجهة نظرك أنت. عندي أنا بالنسبة لي أنا كيما نجم نعرس كيما نجم ما نعرس، مش حكاية ضرورية أما نجم نعملها. يعني تنجم تعرس وتنجم تعرس وتنجم تعيش ما غير زواج وتنجم تجيب أولاد ما غير زواج، ما عندكش مشكلة. أي بالطبيعة. إذا ما أنت تحررت من المسألة هذه، ممتاز. نرجع توا للمسألة ما يسمى المشاكل اللي تعيشهم المراهقة. نحبك تحكينا شنو هو المشاكل بالتدريج اللي تعيشهم المراهقة في تونس ولا في شمال إفريقيا بصفة عامة، خلينا ناخذ فكرة. مثلا ندوب المرحلة الأولى، شنو هو المشاكل اللي تعيشهم المراهقة أو الطفلة قبل البلوغ؟ حدد لي معناها وين في العائله ولا وين بالضبط؟ يعني المشاكل، يعني انت قبل ان تبلغ كيفاش تكون كنت معناتها تعيش عندك مشاكل تعيشهم في العائله او في المجتمع؟ انت صغيره عمرك 5 سنين وستة سنين وسبعة سنين وثمانية سنين وعشرة سنين، شنو هو المشاكل اللي تعيشهم مثلا؟ هل تعرضت لبعض التحرش؟ ما نعرفش اسكو الحكايه ذي نجم نحكيها ولا خاطر حكايه شخصيه. نجم تحكي علاش؟ نجم نحكي شيء طبيعي. تعرضت لتحرش من انسان معناتها من العائله. وشنو حسيت وانت في كم عمر؟ انا وقت سنه ثالثه ابتدائي، ما نعرفش قد عمري، يعني عمرك تقريبا 9 سنوات، يعني في عمر عائشه وقتها دخل عليها سيدنا محمد. بالضبط. وتنجمش تحكي لنا شنو هذا التحرش، شنو حسيت روحك؟ ما انا وقتها كنت معناها ما نتفكريش الحكايه بالتفصيل، جوست قال لي ساعات تجيني كل دي فلاش معناها في مخي على الفازة، وفما ديجا ما تمش ديما ما ديني الفازة، فترات معينه شتو كنت نبدا مقلقه نتفكر ياسر الحكايه. بون هو شبه اعتداء، معناها مش اعتداء كامل. اي كيفاش الاعتداء؟ اعطينا تفاصيل الاعتداء. محاولة معناها محاولة لممارسة الجنس معك، مش كالممارسة كاملة.
يعرف. اعطينا ما تنجمش تعطينا التفاصيل يعني، وشنو انت حسيت، وهل انت هربت ولا هو وقف ولا شنو بالضبط؟ بح ما هربتش، اما جست كلي قعدت. انت عجبتك ساعة؟ عجبتك؟ ليه جملة ما عجبتك؟ خاطر بعد ما صارت الحكاية ديجا نمشي نحكي لما واختي ماني. مشيت حكيته؟ ايه. وش قالوا لك؟ يعني جست قولوا لي عادي مشي وحكي معهم ماني، طيش علي هو ماني مش كلي ما تصيرش حكاية مش مشكلة يعني كبير. يعني عندهم عادي صار؟ مش عادي، اما ماني كلي ما كبروش لحكي. يعني اعتبروا كنتي غلطة ولا كيفاش؟ ليه ما اعتبرونيش انا غلطة؟ خاطر وقت مزلت صغيرة ما اصلا ما نفهمش جملة، ما نفهمش حكي تزوم جملة، اما جست كلي مش يحكي معاه ولا يتغش عليه. اي من بعد وعودة ما تكرر عودة... ليه عاد تكررت الحكاية؟ عاد تكررت ايه. الى اي عمر؟ الى اي سن؟ في نفس العام ذاك من بعد وقف توا الان عادي؟ ايه ما عادش الان يقرب لك اصلا؟ ليه جملة معناها جست توا علاقتنا عادية. اوكي، يعني اما كي تتذكرها تحس الاغلب ما تهم الاكثر في بالهم كأن نسيت الحكاية وقت انا مزلت صغيرة وكل. يسخيب ما تنسيتها؟ ولكن انت ما نسيتهاش؟ اي ما حاجة بيه كهي ما سبت ليش عقدة في حيت. مخاطر الانسان ميراش الاخطاء متاعه، ميراش روحه، هو يعتبر روحه حتى كي يغلط يتسمى كما هنا نقوله مسلم عاصي، ما يرتكب في خطأ وينجم ربو يغفر له معنى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به. بالضبط، ذنب ذي ما يتغفرش متاعينا. أوكي. اما انت من ناحيه معناتها النفسيه ما عادش تقلقك هذه المشكله، يعني ما عادش تعتبر عقده بالنسبه لك؟ ليه جمله بالعكس انا نعتبره بيدو ضحيه. هو ضحيه انا ضحيه، هو بيدو ضحيه، هو ضحيه الكبت وضحيه العقليه وضحيه باش حاجات ماني. خاطر هو وقتها في العمر هذاك هو بيدو مزال، هو وقتها نجي ماني مزال هو بيدو يكتشف. مزال صغير يعني مراهق يعني. هذه محاولة التحرش الوحيدة اللي وقعت لك؟ أي أوكي. نرجع الموضوع أنها معناتها نحب نحكيه على شنو الأشياء اللي معناتها الكبت اللي تعيشه المراهقة، أنها يعني نرجع للموضوع كيفاش معناتها شنو اللي تعيش المراهقة من مشاكل. أعطينا هو كما قلنا الجهل بجسدها، الجهل بالعادة الشهرية، الجهل بالعادة السرية، الجهل بالجنس، الجهل بكل شيء يعني لازم تكتشف هذاك الشيء كل وحدها. ليس هناك لا توعية لا في المدارس لا في العائلة لا حتى بين الأصدقاء، لأن حسب ما قلت لي أن هنساء مع بعضكم ما تحكيوش في هذا الموضوع. فهمت يعني؟ تشوف روحك كيفاش أنت، كيفاش عايشة، كيفاش تحس روحك توا نفسيا، كيفاش تحس روحك يعني تحس روحك يعني هذا ما ياثرش على دراستك، ما ياثرش على نفسيتك، ما ياثرش على طبعك، ما ياثرش على هو ياثر على الناس الكل، اما الناس الكل مش في بالهم يوم اثر عليهم. انا باغ اكزومبل نتسمك فقت معناها توا، اما المشكله في العباد اللي ما فقوش لي مازالوا واحدين في نفس الحكايه اللي مازالوا فما. أغلبية العباد كي كبروا بدو يكتشفوا واحدهم، أما فما نسبة كبيرة متاع العباد التوا مش فاهمة حد شيء، مش فاهمة لا رويحها لا فاهمة لا فاهمة بدنها لا فاهمة الحكاية أصلا كيف تصير. وهذا معناتها حالة أغلبية. أنت تشوف مثلا اللي في عمرك أكثر فايقين من اللي قبلك؟ اللي في عمري نجم تقول نص بنص، نص فايقين ونص لي. أصدقائك فما أصدقائك مثلا غير فايقين تفيقهم أنت؟ الأكثرية اللي ماهمش فايقين ما تقام عقلين جملة معناها ما يحكيوش فيه الموضوع ذي أصلا، تحكي قدامهم جو كل يحشموا ولا يقوموا ولا يعملوا أي ريكسون ما يحبوش يسمعوا. علاش؟ ما عندهمش رغبة فيهم يكتشفوا. أي علاش في تونس معناتها المواضيع هذه تتحكي من بين الأولاد وما تتحكيش من بين البنات؟ علاش تحب نعرف؟
على خاطر ملي انت صغير يربيوك هي حكايه ما لازمش تصير، الراجل ما يعيب حتى شيء والمراه هي اللي باش تخسر كل شيء، انت كي باش تعمل الحكايه ذي راك حياتك ولا باش تدمر، حتى عائلتك باش ترفضك، انت باش تخسر كل شيء في الدنيا ذي على خاطر حكايه ما تسوى حتى شيء. أي؟ جاء كما أنت قلت معناك هي حكي الوليد يفتخروا بها، ما البنات حتى ما بينات بعضهم كي يسمعوا مثلا حتى طفلة عملت ولا سيون سيكسويل ولا فازة هم كلهم شي سبوه، هم بينات بعضهم يسبوه خطر أصلا كان المرأة تسب المرأة معناها متقعش بها كيف الوليد ولا المجتمع كله بسب المرأة. نسألك سؤال هوني جاني على الطائر، هل تعرف توجهاتك الجنسية؟ يعني ما تحسش روحك مثلا تميل للنساء تميل للرجال؟ أي أنا بيسيكسويل. بيسيكسويل يعني هل عندك ميولات نحو المرأة؟ أي خاطر هما كل نساء أغلب النساء راهو بيسيكسويل، قليل اللي تلقاهمش بيسيكسويل، مش كيما الرجال، الرجال أقل تلقاها يعني، رغم اللي كل راجل فيها بيسيكسواليتي في الحقيقة. مارستش مع امرأة مرة؟ شنو؟ مارستش مع امرأة مرة؟ ما حاولتش تمارس الجنس مع امرأة؟ اي صار اما جست مش علاقة كاملة يعني. اعطينا كيفاش صار؟ جوغ كيما قلتش عليك تعمل كيما قلتش عليك تمارس في العادة السرية حكاية كيكا مش علاقة كاملة ما اي كيفاش عطينا؟ كيفاش صارت الظروف؟ احكي لك كيف صارت في الواقع، نحب نعرف فكره اني انا مقبلك انا نجبت فيك في الكلام يعني انت شوف تبلوكه يعني تبلوكيت جمله واحده يعني تتفرهد راك اسمعني اتهان مش كل حجم ما نجمش نوصلها الحكايه علاه ما تنجمش توصلها ماك عشت مصطلحات مصطلحات وصلها باللي تحب انت وانا نترجم ما تخافش وصل عبر كيفاش صارت ما تحكينا اعطينا حاجه حيه مثلا مشيت عندك صاحبتك مشيت بحداها للدار تقابلتوا على البحر غزرت لها اول غزره اول نظره فهمت حسيتها فرحت بيك العين في العين احكي لنا خلينا نعمل شويه جو فهمت الطفله ذي كبر مني معناها صحابنا وياها اكبر منك بياسره ايه مش ياسر ماني عادي مش مهم العمر مهم كيف الانسان كيف يخم لا 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 مهم العمر مهم العمر على خاطر كي تبدا كبيره مش كيما تبدا صغيره مش كيما تبدا مينور كيف كيما تبدا ماجور فهمت علاش شنو اللي يفرق على خاطر الماجور فهمت تنجم كيما نقولوا احنا تاثر عليك تعرف كيفاش تاثر عليك باش تخليك انت تميل لها بينما المينور يتصرف ما يسمى بالقاصر يتصرف بطريقة طبيعية يعني مثلا زوز بنات قاصرين مشاو للحمام ضربوا في بعضهم بيسوا بعضهم ولا روحوا رحدوا مع بعضهم فرد فرش بيسوا بعضهم هذيك طبيعية بينما واحدة أكبر منك مثلا بأربع سنين ولا بخمسة سنين لا هذا يتسمى تحرش ملدش أنت تسمي تحرش خاطر أكبر مني تحرش قدش أكبر منك هذاك علاش أنا حبيت نسألك قدش أكبر منك هي عمرها 28 أياك هو تحرش هذا واضح يعني هذه بيدوفيلي هذه بيدوفيلي ما نعرفش أنا خاطر حس ما أنا خمم كل عمر ما عنده حتى قيمة بين العمر لا لا سامحني العمر ما عنده حتى قيمة كي تتجاوز 18 سنة كي تولي أنت بالغة أنت ما عادش قاصر وهي ما عادش قاصرة هنا العمر عمرك 20 سنة وهي عمرها 40 سنة أنت قرارك تاخذه بيدك بينما أنت عمرك 15 سنة وهي عمرها 28 سنة سامحني هوني انت ما عندكش القرار باش تاخذه يعني هي تاثر عليك هي لو مثلا انا مثلا راجل عمري مثلا 50 سنه فهمت النجم نقنع طفله عمرها 14 سنه ولا 12 سنه باش تغضب فيا بسيط فهمت علاش خاطر عندي تجربه في الحياه نعرف كيفاش معناتها كيما نقولوا احنا نكسيتيها نعرف كيفاش نحرك الغريزه الجنسيه نتاعها ما غير ما تشعر هي وتظن روحها هي اللي ترغب فيها ولكن انا اللي حركت لها
يعني أنا بالغ عندي تجربة في الحياة، نعرف شنو نقاط الضعف تاع الطرف الآخر، فهمت؟ بينما تجي تقول لي مثلا أنت مع طفل عمرها 15، أنت 15 سنة وهي 16 سنة، نقول هذه طبيعية. أما تقول لي هي عمرها 28 سنة وأنت عمرك 15 سنة ولا 16 سنة، لا سامحني هذا تحرش وهذا تعدي على الطفولة. أي أما أنا سامحني ما بقاليش برشا عرف نعمل 18 سنة أصلا. نعرف نعرف ما بقالكش برشا على تعمل 18 سنة، أما هذا في إطار المنطق، فهمت؟ أنت قداش عمرك وقت عملت معها العلاقة؟ قل كان 16 سنة يمكن تتعرف دغنيغ مو الحكاية سارت مان ليه في 17؟ اه 17 سنه يعني معناتها على البار كيما نقولوا احنا، جات على البار على خاطر فتره 16 18 سنه هي فتره بين البلوغ وبين القصر، يعني بين البينين، فهمت؟ المراه عندها نصف حريتها في المنطقه، فهمت؟ خاطر تو تشوف يا عائشه وقت تفوت 18 سنه يولي عندك تجربه اكثر، تولي عندك قرار اكثر قوه، فهمت؟ خاطر عندك تجربه وراء، فهمت؟ باهي حكينا كيفاش صارت وما زلت عندك علاقه معها هذه؟ لا لا صارت مره برك وقطعت، صارت مرتين وبو مش على الحكايه هذه يا ماتا ما شاء الله. اه على شنو؟ عشان تبقى كونتاكت على حكايه اخرى، مشاكل اخرين مش على الحكايه هذه. شنو المشاكل الاخرين؟ مشاكل متاع بتكلم. مشاكل صاروا لها هي معناها خليها تبعد، فهمت؟ شنو هو المشاكل؟ مشاكل في عائلتها انا بدي ما نعرفهمش، اما صاروا لها مشاكل. اه هي بعدك يعني ما عادش تشوفها انت؟ ما عادش نشوفها، وقال لي معناها قاعده تربت في روحها وكل شيء سيبو. انا من الاول قال لي قعدت قال لي ديبريمي شويه وكل شيء. يعني هي جبدت بيك؟ هي هي اللي يعني هي مسلمة؟ لا هي ديست. اه ديست. وما تعرفش شنو الأسباب اللي خلت تجبد روحها؟ لا جمل بالي كسروا لها مشاكل وبعدت كل شيء ما نعرفش ماني من نحبش ماني نكسر ياسر، إنسان يحب يبعد ما عندها ليه ما تعرفش شيء طبيعي شيء طبيعي. أما ما جاتكش بالصراحة وقلت لك رانا نقص ولا حاجة؟ لا لا يعني جبت تروحها من بعيد لبعيد. به صارت لك معاها تجربة عجبتك التجربة؟ اي عجبتك. بل ما كنتش هم فيها جملة الحكاية، ما كانش في بالي بروحي اللي انا بي اصلا. البنات الكل بي بصفة عامة، البنات الكل بي اي حتى الرجال، حتى الرجال بي، لكن اقل الرجال ما يقبلوهاش اكثر اكثر شيء من رجال من ساعي. اي حتى انا ديما نجبدها الحكايه مع اصحابي معناها الوليد وكل شيء، يقول لك انا مانيش كونط الفكره والحكايه، اما ما نحملش فما شكون يعمل هذه، ما نحملش شكون يقوم عليه بالفعل. اي قلت لك انا ملول ما كانش في بالي بروحي لي انا بي، اما بعد حسيت روحي كلي تعلقت بها ونحبها معناها مش كيما نحب العباد الكل. وكان جاتك فرصة أخرى تعاودها؟ أي تعاودها عادي. أوكي إذا بيه ما تخلناش في التفاصيل كيفاش تمت العلاقة، يعني يعني كيفاش صارت طريقة طبيعية ولا عن طريق ليه بطريقة طبيعية عادي. طريقة طبيعية يعني كيما نقولوا احنا فرصة جات فرصة وكنت أنت اللي مايلة ليها ولا هي اللي مايلة ليك؟ ليه هي بحكم انا هي كبر مني ماني شيء طبيعي شيء طبيعي. به يعني يعني ما تشوفش معناتها اي قلق في المساله هذه انك تمارس العلاقه مع بنت، لكن هل عندك رغبه انت كعائشه عندك ميل اكثر للرجال ام للنساء؟ للنساء اكثر معناها ما نجمش نحكم على خاطر ما جربتش الزوز، اما بون ما حسب ما انت ما انا نشوف كل ننسى اكثر ننسى اكثر. يعني النجم اما لازم الانسان يجرب شو طبعا انت عندك شويه خوف مازلت من الرجال، فهمت؟ مازلت ما جربتش الرجال بون مش خوف، اما
خاطر لازم كما قلت لك معني لازم الانسان اللي في بلاصته معني الانسان المناسب للحكي اي الانسان المناسب في المكان المناسب كما ديما الانسان المناسب مش في المكان المناسب والانسان اللي مش مناسب في المكان المناسب. المهم معناتها انت تشوف شنو هو السبب نتاع المشاكل الجنسيه او العقد الجنسيه اللي موجوده في الدول بتاعنا، شنو هو السبب نتاعها باهي غير انها ليس موجود وعي العقليه النظره الدونيه للمراه، فهمت؟ المراه تمثل الشرف العائله، فهمت؟ يعني شرف العائله الكل، البو والام والاخوات وكل شيء مربوطه في غشاء بكاره او في ثقبه كما يقال. يعني انت تشوف السبب هذا الكل هو الاسلام؟ بالطبيعه الدين عنده جزء كبير في الحكايه، عنده جزء كبير في انه يكون هو ضمن المشاكل زي ما مش كان دين. ما تلاحظش اللي هذه المشكله موجوده حتى عند الملحدين؟ اي هي موجوده عند الملحدين بحكم انهم تربيوا عليها مع تقاده كالرواسب في تفكيرهم، مش كهما قصدهم يكونوا هكيك. يعني تشوف اللي المشكله يعني فما كثير من الملحدين مع الاسف مازال يعانون من مشكله الرواسب الدينيه، يعني تلقاه ملحد ولكن مازال ينظر للمراه نظره دونيه، يعني ماهوش يعرف اللي راهو النكاح ليس بمفهوم الديني الذي تربى عليه انه هو ينكح للمراه، بل هو ينكح ايضا، فهمت؟ لان الرجل عندما يكون على المراه هو يسجد للمراه في نفس الوقت. على خاطر الملحدين معناها فما بعض الملحدين اللي هم يخرجوا من المنظومه، يدخلوا المنظومه من غير ما يبحثوا احدهم، ياخذوا كل شيء سبعه وماش فما ربي من غير ما يخمم في الحكايات الاخرين الجايه من الدين، معناها من غير ما يقول اوكي انا خرجت معناها من الدين لازمني نراجع روحي في كل حاجه كنت اخمم فيها. لا هو سبعه فسخ على الفكره هذيك، يعني نحي الله ويخلي كل ما هي رواسب الله. بالضبط، ما يفرقش بين الرواسب الدينيه والرواسب اللي معناها العادات وتقاليد المجتمع. اذا عايشه معناتها حبيتك تلخص لنا شنو هو يعني المتاعب اللي تعاني منهم بعده نقط المراهقه في تونس وفي العالم الشمال الافريقي او في العالم الاسلامي. وشنو بعد نسالك سؤال اخر، خلي جاوب السؤال هذا بصفه عامه لخص، يعني هل هي تعيش نفس المشكله كالرجل ام اكثر من الرجل؟ هي تعيش اكثر من المشكله نتاع الرجل، خاطر الرجل يتسمى ياخذ حريته اكثر، ما ينجم انت مستانس انا مرة سجل انا فيديو. مستانس انا متعودة لا لا. انا قد عمرك قديش؟ قد عمرك مرتين ونص. مو انا زدك انا عشت المراهقة او اما انا رغم اللي معناتها نجم نقولوا اقل، يعني كنت في الخارج وفهمت وما كنتش في تونس، فهمت؟ يعني ما نعرفش المجتمع التونسي كما تعرفوا انت، فهمت؟ يعني ما عشتش المراهقه نتاعي كما عشتها انت، فهمت؟ وفي الوقت اللي كنا فيها احنا كانت الامور تختلف كليا، فهمت؟ معناتها في عهد بورقيبه قبل، فهمت؟ نشوف اللي الان اصبحت اكثر تعقيد. اعطينا ملخص شنو تعيش انت، نحبك توا كعايشة شنو تشوف روحك كيفاش عايشة بالضبط؟ شنو اعطيني ايش تحب تعمل؟ مارستش الجنس بالانترنت؟ لا عمرك ما مارست؟ ما جربتش الجنس بالانترنت؟ ما نحسش عندها قيمة، ما نحسها حكاية فيها علاش تحسها عندها قيمة؟ نحسها أكثر من الكبت، الكبت بيدو، الكبت بيدو تحسها ما عنديش قيمة معناها. علاش انت جربتها باش تقول ما عندهاش قيمة؟ نعرفها ما جربتهاش خاطر ما عندي ما
ما عنديش نتيجة، ما عندها وين توصل. شكون قال لك ما عنديش نتيجة؟ شكون قال لك؟ الإنسان عندما يحكي على حاجة يقول هذيك الحاجة ما نحبهاش، يعني يكون مجربها. طب أنت قلت لي عندك ميل، أنت قلت لي عندك ميل للنساء أكثر من الرجال، خاطر مزيت ما جربتش الرجال. أما نهار اللي تجرب الرجال تو تحكم وتختار توجهك الجنسي. جربت العادة السرية، لقيت من بعد في الأول معناتها كنت مارس العادة السرية، من بعد تجربت المرأة لقيتها خير من العادة السرية، صحيح ولا؟ أي أي، من بعد يمكن تجرب إنترنت تشوفها زادة خير من العادة السرية، من بعد جرب. مش كل شيء لازم، مش كل شيء تجربه باش تحكم عليه. فما حاجات نجم نحكي لكم يا عبد تحكي لك عليها، يعني احكي لك على الاكسبيريونس نتاعو. نجم انت تسانتش باش حكيت عبد وعبد. اما ديما الانسان كيما يقول لك اسال مجرب ما تسالش طبيب، فهمت؟ اسال مجرب ما تسالش طبيب، يعني ما يعني ما تنجمش تحكم على حاجه برك، فهمت؟ لازمك صحيح معناتها ساعات يقولوا لك حاجة وتصدقها وتمشي عليها بلكش، ولكن ساعات تجربها وتعجبك ما تعرفش انت، فهمت؟ مثلا يجيو يقولوا لك راهو الرجال خير لو حليك من نساء، لا هاك جربت المرأة بعد تجرب الرجل تعرف، فهمت؟ كان هو خير ولا مش خير بالنسبة لي كنت يا راه مش فهم، ما فهمش خير بصفة عامة. فما أشخاص ما ينجموش يجيبوا راسهم كان بالعادة سرية، من نجموش يعني يرقد مع امرأة راجل، امرأة ترقد مع راجل ولكن بعد لتكمل ما ترقد معاه لازمها تمارس العادة السرية باش ترتاح. وفما وحود نفس الشيء عندهم مثلا ما يسمى لي فوايور اللي هما يحبوا يشوفوا، ما ينجموا يجيبوا رغبتهم الجنسية إلا بالمشاهدة. فما ياسر توجهات جنسية، ما فماش، فما مئات التوجهات الجنسية، ما فماش اتجاه واحد للجنس. فهمت؟ وانا كي نلقى فرصه نحكي على الاتجاهات الجنسيه الكل، ما نقولش الانسان لازم يجربهم كلهم، ولكن على الاقل يجرب اللي يشوف عنده ميل نحوهم. مش مشكل عايشه معناتها انت تسمى كنت جريئه بالنسبه لامراه تعيش داخل السجن الاسلامي انك تكلمت على مواضيع جدا مهمه اللي تتعرض لهم المرأة، منها إنها تمثل شرف العائلة وتمثل يعني مش نقولوا إحنا هي اللي محطوط على ظهرها كل ما يخص الشرف، والشرف اللي محطوط على ظهرها كل ما يخص شرف العائلة أو شرف المجتمع، فهمت؟ شنو ما تنصح الشباب معناتها عايشة، شنو تقول لهم اللي في عمرك، شنو تقول لهم؟ ننصحهم باش ما يخافوا من حد شيء، باش يراجعوا رويحهم، باش يراجعوا أي فكرة قالت لهم، أي حاجة سمعوها من العبيد، باش يحاولوا يطوروا رويحهم وحدهم ويبحثوا وحدهم، باش يحاولوا يقرأوا يكتشفوا حاجة مثلش حتى كان يغلطوا، المهم يتعلموا. خاطر الإنسان اللي يجرب ويغلط وبعد يتعلم خير من اللي ما جرب حتى شيء ويقعد عايش في الغلط طول حياته. ننصحهم انهم يمارسوا العادة السرية. ليش تنصحهم؟ احكي احكي كمل احكي شنو معناتها، خاطر فما ياسر شباب تو في عمرك، انا مثلا يتصلوا بيا مثلا يتصلوا بيا بعض معناتها البنات ولا الاولاد معناتها اللي اصغر من عمرك، فهمت؟ وتقول لي شنو، تسالني سؤال تقول لي شنو هي العاده السريه، ما تعرفش شنو العاده السريه وكيفاش نمارسها العاده السريه. اي نجموا معناها مش بالضروره حتى العبيد اللي يسمعوا فينا مش بالضروره انهم يلتجؤوا كان اللي سيت بورنو، خاطر يعطيهم افكار غالطه معناها على الجنس، مش كلهم اصحاح معناها. نجموا يقراوا كتب، يقراوا يتفرجوا على حاجات وثائقيه باش يعرفوا معناها، ما يقعدوش اي نجموا يلوجوا حتى على الانترنت معناها حاجه بسيطه، يكتب اي فكره تجي في مخه يلقاها، مش حتى يسالك انت ولا يسالها يا عبد. يعني انت مثلا معناتها انت تتسمى عندك انت تتسمى محظوظه
فانت يعني محظوظة. أما فما اللي معناتها كما قلنا اللي مازالوا ما يعرفوا حتى شيء، فانت حتى ما تعرفش اللي هذيك المعلومة موجودة على الانترنت أصلا. عندما يسألوني أنا مثلا بعضهم يسألوني ما تعرفهاش اللي موجودة في الانترنت. تسمع فيا؟ وقت الحل أنها أي نسمع فيك. وقت الحل أنها تسأل أي عبد، تمشي تسأل رفع مختصة في الحكاية. انت قلت لي معناتها أنا للأساتذة وفي المجتمع ما ينجموش يجاوبوك ويحشموا. تنجم تسألها وحدها وقتها تلقى الفرصة، هي باش تعبر خير من اللي تسألها قدام العبيد الكل، خاطر ديما باش تلقى عبيد تتمنيك وتضحك وتستهزأ في الحكاية. إذا أنت تنصح معناتها الشباب إنهم يتعلموا ويبحثوا أنهم يثقفوا رويحهم برويحهم، يستنوا حتى يقدم لهم معلومات أكيد جاهزة، خاطر أصلا هو مش يستوعبوا مش يستفيدوا منها في حد شيء. المهم يعني مقابلة كانت ممتازة، فهمت أنا باش نخدمها يعني من بعد تو باش نقص المقابلة. أما قبل ما نقص المقابلة آخر كلمة تقولها لنا عايشة قبل ما ننتهي هذه المقابلة الممتازة مع أول حقيقة أول مراهقة من داخل العالم الإسلامي تتكلم عن تجربتها الجنسية والعقد والمشاكل اللي تعاني منها. أعطينا كلمة أخيرة في سطر كما يقال. بأنا فرحانة برشا اللي عملت معك لقاء كريم، خاطر من الأول اللي أنا نتفرج فيك أنا يسر معجبة مع فيديوهاتك وكل شيء. قلت نصح العبيد الكل أنهم يخافوش أنهم يخموا، ميخافوش أنهم يكونوا رويحهم، وزادة ميخموش أنهم ديما يحاولوا كيش يخرجوا البرة ولا يهربوا من البلاد على خاطر هما استهدوهم ولا ما خليوهمش يكونوا كما يحبوا يكونوا. نحاولوا أن ننميو رويحنا ونعاونوا العبيد اللي معانا سواء من عائلتنا ولا أصحابنا أنهم يعرفوا أكثر ويتحروا أكثر. شكرا عايشة على هذه النصيحة، ومعاه فيديو قادم وبسلامة.